لو تروح على الشغل مثل وتتصرف مثل الرجل، وهو ايضا بيقدر ياخذ دوره في المنزل. لكن لاحظت اكبر تبدي للاختلاف بين الاثنين هو في استعمال اللغه. اللغه هي التي تعبر عن الانوثه، واللغه هي التي تعبر عن الرجوله. لغه المراه لغه مجازيه، الطريقه اللي بتحكي فيها المراه لغه مجازيه لا مباشره، مملحه بالدبلوماسيه، بالاي واللا، باللف والدوران. هي لغة انكفائية، اللغة اللي بتستعمل المرأة تشبه جهاز التناسل، انكفائي وداخلي. لغة الرجل تعبر عن القوة والمباشرة والصدامية، إذا هي لغة خارجية، يعني لغة متوجهة للخارج، تعبر عن القوة بنفس الوقت. وبلشت أدرس لغة النساء من بداية يعني النصوص الأولى المكتوبة، رحت درستها في الأساطير، في الأساطير كل النماذج النسائية كيف استعملت اللغة. درست لغة آدم وحواء في النص القرآني والتوراتي، مريت على يعني واكتشفت هذه الازدواجية الموجودة في الأنوثة بين المتتراوح بين البغاء والقداشة، أو اللي تتراوح بين العبودية والحرية، أو واللي تتأرجح بين الأمومة المقدسة وبين المرأة البكاءة على الموتى. هذه الشخصية المزدوجة. بعدين درست شخصية دليلة في العهد القديم. طبعا العهد القديم في بحدود الشيء 600-700 امرأة مذكورة بالعهد القديم، تقريبا بشيل اثنين منه أو ثلاثة نساء يعني جيدات أخلاقيا. وما عدا ذلك العهد القديم يمتلئ بالسيدات والنساء، حتى زوجات الأنبياء في العهد القديم المنحلات أخلاقيا بحسب التعريف الموسوي، يعني بحسب تعريف الشريعة الموسوية للأخلاق منحلات أخلاقيا. حتى في يعني حتى هذا يعتبر يعني كتاب ديني عند اليهود، ومع الأسف ملحق بالعهد الجديد عند المسيحية. هذا الكتاب مليء بنماذج أنثوية منحلة أخلاقيا. دليلة استعملت لغة لتتحايل على شمشون لتخلص قوته، استعملت لغة الجسد، لغة الأنوثة، لغة المجاز، اللف والدوران. هذه اللغة الأنثوية المشهورة للتحايل على السلطة، السلطة المتمثلة في الأب، في الزوج، في رئيس الأعمال. إذا المرأة تستعمل هذه اللغة لتتعاطى مع الحياة حولها. هيك تعلمت، تدربت. هلا بنشوف ليش هيك تدرب، ليش هيك تدربت. كمان المثل الصاعق على اللغه الانثويه في شهرزاد، حتى ما ينقطع راسها وتلحق بكتيبه من النساء مقطوعات الراس، استعملت هذه اللغه الانثويه وخلته ما يقتلها، وانما جذبته باتجاه المعرفه، تحايلت على السلطه المتمثله في شهرزاد لكي لا تقتل فعليا. والمرأة اليوم المعاصرة العربية أيضا تستعمل هذه اللغة حتى لا تقتل بمعنى المجازي للكلمة من عدة أشياء، يعني حتى لا تطلق، حتى لا تنبش، حتى لا ترمى، تكون وحيدة، فهي تستعمل